ودلوقتي هنروح لأخبارنا وهنبدأها مع المخرج محمد حمدي اللي اختار الفنانة سارة سلامة علشان تلعب دور البطولة النسائية قدام الفنان محمد رجب في فيلم صابر جوجل، واللي بدأ تصويره الأسبوع ده بعد الانتهاء من تحديد أماكن التصوير الخاصة بالعمل. الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي، وبيشارك في البطولة إيهاب فهمي ورندا البحيري ولطفي لبيب وعدد كبير من الوجوه الشابة. أعلنت النجمة نيلي كريم إنها هتنتهي من تصوير مسلسلها الرمضاني سقوط حر الأسبوع الجاي، وصورت نيلي عدد من المشاهد الخارجية في منطقة نزلة السمان ومصر الجديدة. المسلسل بيشارك في بطولته محمد فراج ووفاء صادق وإنجي المقدم وعدد تاني من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم وسيناريو وائل حمدي ومن إخراج شوقي المجري وإنتاج جمال العدل. قالت الفنانة إيمان العاصي إن السبب وراء غيابها عن الظهور في دراما رمضان هو مرورها بظروف شخصية أجبرتها على الاعتذار عن الأعمال اللي ترشحت ليها، وبتستعد إيمان حاليا لتجربة جديدة في مسلسلات الستين حلقة من خلال مسلسل السبع بنات، والمقرر البدء في تصويره آخر شهر يوليو الجاي لعرضه في موسم خارج رمضان. والمسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وبيشارك في بطولته علا غانم، مي سليم، ريم البارودي، فريال يوسف وعدد من النجوم. انتهت النجمة الشعبية بوسي من تسجيل أغنية مش مهم، واللي هيتم طرحها خلال أيام ضمن أحداث مسلسل أزمة نسب. الأغنية كتب كلماتها ناصر الجيل ومن ألحان الفنان مصطفى حجاج وتوزيع أسامة عبد الهادي. مسلسل أزمة نسب بطولة زينة ومحمود عبد المغني ووليد فواز وريم البارودي ونسرين أمين ودينا وسلوى خطاب والمطربة بوسي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج طارق صيام ومحمود شميس، وهو من إخراج سعيد حامد. سافرت النجمة مي عز الدين للعين السخنة يوم السبت اللي فات لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل وعد، وبعد كده هتكمل تصوير باقي المشاهد داخل احدى الاستوديوهات في القاهره. مسلسل وعد من بطوله مي عز الدين واحمد صلاح السعداني وحازم سمير وحسن حسني، وهو من تاليف محمد سليمان عبد المالك واخراج ابراهيم فخر. نفى النجم المغربي سعد المجرد في المؤتمر الصحفي اللي اقيم خلال مشاركته في حفل غنائي على مسرح النهضه ضمن مهرجان موازين الدولي واقعه اغتصابه لفتاه امريكيه، وانه مطلوب من العداله الامريكيه، وقال انها قضيه قديمه ظهرت دلوقتي بسبب شهرته ونجوميته، وان محامي الخاص بيعمل على اثبات براءته.